حقاش يسوى. نمشي فيكم نمشي فيكم دوي جامي نبعطي سمعتي نمشي فيكم دوي اتخليني جا سمعتي خليك معايا دوي يا بالكرطي جامي سمعتي ما تخلينيش مزود فيك الله الله نفسي ساحت شكون دا فيك هاد الحال الحجان شو مالك الحجان شو مالك اش درتي فيه عتق راسك وشوف اش من حال سكاتك هذي خليني نضربك من الصباح حتى العشيه وما نعياش سمعتي ما درت والو انا ما قلت هذاك الشيء اللي كنعرف قدام الناس اش تعرف واش جيتي قدام الناس قلتي الارض ديال طارم واش ديالي وما قلتي والو ياك سي سعيد ياك انا ما قلت هذاك الشيء اللي كنعرف وما كنعرفش نكذب مع مسيدي ما كتعرفش تكذب ما كتعرفش ما كيعرفش يكذب لا ما تعرفش تكذب السمه ودابا دابا الارض ديال من الارض ديالكم يا مسيدي ديالكم يا مسيدي راه مسوتكم ديالكم تجامي لا ما سمعتي تهلا في ضيفنا وخلي فيه الاماره باش يعرف الوقوف قدام المعطي باش كيسوى كون انا سمعتي وداك الشيء اللي تبغي طق وسكاس سمعتي ارحمني يا سمعتي سمعتي شوية عليك مالك اش تبعك والحسن مثل الورد والحسن مثل الورد مثل الورد وين حلق الضياء عجب شمع وضحنا وتنقسم الى قسمين القسم الاول الذي يتبرع منه قسمان زيرو شنو وقع مالك شنو بغيتي والو والو ما بالك والو ما شفتي والو شو غايب لي شنو واقع لا لا هنا هنا صالح انا بحيت حيت انا يا حليت الضفيرات وطلقت شعري غير باش نعجبك اسمعيني يا بنت عمي هاد الضفيرات هادو اللي طلقتيهم راه خصك تلقيهم هذاك اللي تيموت عليك وباغي يتزوج بك فهمتك فهمتك مزيانة صالح فاش مسبى الله يرحمه عمي المعطي ولا هو اللي مسؤول على كل شيء خدا لي الأرض ديالي اللي ولدت على با وقال لي دابا انتي وليتي وحدة من بناتي وغادي نزوجك بواحد من ولادي أرضك على أرضه وخيرك على خيره انت هو واحد من ولاده اللي أنا بغيت زهيرو انت كتعرفي مزيان بلي خويا حجاج كيموت عليك وباغي يتزوج بك وانا ما بغيتش الحجاج صالح انا بغيتك انت عرفتي شنو غديري انا مشغول خصني نمشي في حالتي ابن هاد الشعورات وهاد الروايح كل اللي دايره لمن
شايب 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 والله انت شايب الله الله كبرنا عليه كبرنا بعد ما كبر اختي مالها واقفه مالها اش واقع لها ما وقع لها والو راك عارفه وهي راس صفيه راه في ما شافتش جات الصبصار الدور بقات تشم في ريحته يلا نوضوا نوضوا عمروني لا اتاي وجدوني هنا الطبقه نوضوا زهيرة اش مقلق هاد الزين خليني عليك الحجاج الله يرحم الوالدين ما عنديش الخاطر الله على رويحه الشعورات واللبسه شكون شافهم ولا حس بيهم ما كيشوفوش زهيرة عميين اما انت اللي كتشوف انا من ديما الحجاج كنقول سعدي ماشي مسقم كيف العيالات اللي مزوجه اللي والده اللي كاع مشات من القبيله انا بوحدي اللي باقا جالسه قدامكم بلا زواج نوض الحجاج خرج الله يرحم الوالدين بغيت نجلس شويه بوحدي لا لا زهيره معليش الشيطان انا راني كنموت عليك الحجاج انت اللي خاصك تنعل الشيطان انت راه ولد عمي وبحال خويا لا لا زهيره ولد عمك ايه بحال خوك الا وحيت انت بنت عمي ومن دمي ما غنخلي حتى شي واحد يفوز بك من غير يفوز بيا مالي انا خيمه نوض خويا تخرج عافاك لا لا خيمه وانا لوتاد غير رضي بيا لالا زهيره واخا عافاك نوض تخرج حيت انا راه بغيت نبقى جالسه غير بوحدي واخا اختي عذرا مالك غير سال حيك ما كاين بلاص تفكرت با ما كانت كتحل لي الجلسه غير تحت الصفافه سمعني على سميتها نهار مات با عرفت لا هنا ولا فرح تحنا اختي هنا وبقينا قاعدين على دورها من قبيلة لقبيلة ومن دوار لدوار شتا والصيف مش بغيتينا نديرو رحمة خلينا نبقاو جايلين خويا بلاد ونعمرو بلاد يو حتى لي شوفي ولاد عسوس قبيلة على مزيناتها كيشتاها كيصيفها ديما منورة مشيو ليها على مزيناتها ولكن هما ليها فيهم الشوق ما سمعتيش سعيديش كان كيعاود ليا ليها رحمة ديما كنقول لك لا باقيش دير على كلام سعيدي هذاك راه كيخربق ديما كيقول لك داروا ليا داروا ليا داروا ليا وتلقيه هو داير الزبايل انت عارفه شحال كتعجبني ولاد عباد
بيني وبينك توحشت خالتي فاطمة. زعما توحشتي غير خالتي فاطمة؟ شوفي هذاك الشيء اللي في بالك قبة عالية ما عمرني ما نوصل لها، خلي لك سيد في التقار. حتى انت راك قبة عالية وهمة وشي والزين ما خطاك. زين شقد عليا الزين بلا ما تفيقي عليا جرحة راح ما يخليني. يلا زيدي تدخلنا نشربوا اتاي ربحوا كيوجدوا لينا في الطابلة. زيد كشيقش معنا اختي عمرتي اتاي اتاي راه كيوجد والغدا اش من غدا اش غنديروا هكا بغينا نديروا الغدا اش غنديروا فيه قنيه ولا بيبي هو اللي كشيقش وغنبقاو بالجوع وما كاين والو واتاي صوبتيه اشنو تاني انا نسيت السكر كاع ما جبتو كاع من الدوار لا كضحكي جامد دابا هادشي راه غادي غنقربوا للقبيله وغتشمي شي روايح ديال شي الحومات وشي بريقيقات اش غنقول لك اختي هضره ولا شي قصعه ديال الكسكسوس الاخضاري دايز هالكلام وبما المحزمانة نوضو نوضو ما كاين لا غدا لا اتاي يلا رحمة جمعي لي هادشي قبل ما يطيح لنا الظلام صافي يلا نمشيو يلا الساكن طفي العافية يلا طفي البهلول يلا نوض يلا سربي 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 قشيقش يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لا فاطمة انا ما درت والو ما يحنوني ما يعذبوني صافي صافي اسكت ماشي وقت الهضرة دابا يا الله ترى خرجوا ويكون حلو راه يدك محيدك هذا الشيء سربي سربي يا عمي سربي سمعوني يا الناس اسمعوني مزيان كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته ولكن هاد المشاكل ديال ولاد عزوزر ما بغاش تسالا سمع شي عريان شي عيطك ضروري ما كتشوفنيش مع الناس راه كنقول لهم بلي القبيله ما بغاش تسالم المشاكل شي حاضي شي قانيل شي عريان شي تابع شي لا بزاف سمع سي المعطي البيق راه جا في ارضي ومحقين نسقي منه وجمع عشر على هادشي ياك جمع ولا لا هاي هي انا متفق معاكم ولكن راه لقيت لكم واحد الحل الى رضيتوا به غادي ناخذوا نص خدام من ارضك انت ونص خدام من ارض الشيداري بين جبيناتكم غنبنيو ليه صور ونديروا ليه باب وبجوجكم تستافدوا من هذا البير باقي جاكم هذا الحل يا سيدنا مني قابلين غندير واحد فاتحة ونتلقاو في الجامع إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم آمين الله يسر امه الله يسر جميع شير مع الناس يلا جماعة الله يسر الله يبارك فيك الله يسر لكم الله يسر فاسي القايد واش عندي خدمتك زير شوية كون هذا يسير معدي يكون خير إن شاء الله يكون خير تبارك الله عليك با ما عندي ما نقول عرفتي انا راه عييت ما نقرا في القانون ولكن هادشي اللي عندك انت وكتحكم به بين الناس راه ما نعرف ليش صراحه با كل شيء يا ولدي صالح ديال الله انا جدتي كانوا حقانيين حتى انا بغيت نكون بحالهم كل عيا ياخذ حقه بالشرع بحكم الله ما عندي ما نقول با
تركتاش راسنا. اسمع ولدي صالح، انا قريتك القانون باش تعاوني وتشرح للناس اللي ليهم ولا عليهم، فهمتيني؟ ولكن بحال كبا محال واش نكون اسيدي غير كون احسن مني. كل اب تيبغي ولده يكون احسن منه. حاشا با حاشا ولا يتمثل، ما يمكنش نتقدم قدامك. ناري 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 واش ما قدك عاد النيرة اللي شاعلين ياك لاباس ناري واحد محضي مال وجهك مخطوف ياك لاباس واش برقيقة واش برقيقة لقيتها باقا في الباكية ديالها قول 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 اش عندك جبدنا من الباكية اسمع هذاك سعيد اللي كنتو كتهلو به وتردو ما عرف شكون وراجل وهذا يوا سيدي راه طاحت عليه واحد الضربة قسمت ليه الدار ديالو على جوج ولا يرغب ويزاوك في السر معطي لا ولا قوة واش شبع واش هذه تبرقيقة بيناتكم وشنا هي ها ياك واش كتسمي انت هادي انت نهار كله ما دار الدور من هنا وتشي من هنا ما تعرف تجيب تنقنيقة لا حول ولا قوة الا بالله هادشي فاش فالحين هم قابلين عباد الله هذا دار هذا دا هذا نهب ثم مالكم سعيد بعدا راه فيه الشهامة وفيه الرجولة ما انتم ماشي اش قضيتوا بهاد الهضرة وهاد التبرقيق ديالكم أكل ماشي خطو وصفها ليش حالة دي ونزيدكم راه نعطي ما عندوش مع العيالات وكون كون يلا كون تانت رجل يلا وسير يلا يلا سيدي كون تانت وشوف واش ما عشتي المحضية هاد القلدة كاملة توقف قدام وجه المعطي غايز فار وجهه اللي قلتها ليه يديرها وبستز منه سمعتي محاضي المعطي يا ودي غادي قف قف يا ودي طلعتونا الشياطي يا ودي شكون هادو اللي داخلين القبيله هادي اربعه ديال الشيخ عيطونا ها هي القصاره والفراشه اليوم كاينين عند ولاد عباد ولا هادو ولاد عزوز لا 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 كاينين عند ولاد عباد عند ولاد عزوز عيطونا كتصبق ديما ولاد عباد وقلت لك ولاد عزوز قلت لك راه عيطونا كتصبق ولاد عباد انا سلامتك السي المعطي الله يسلمك هنو هنو وجدي الطاس السي المعطي يلا هو سير براسك ما تعطليش فين يا زيرو زيرو السي المعطي سد عليها بيتها ما كلات ما شربات وما بغاش تخرج منه خفت على تكون وقع لها شي حاجه ياك لاباس اش وقع والو السي المعطي غاجت العراضه ديال عرس بنت حميده تعرض على الناس ديال القبيله وهي تقلقات ولا بغات تمشي للعرس تمشي خليها تفوت شويه ماشي العرس السي المعطي اللي بغات قولي لها دابا صالح يطلع لك في الراس وغتولي تشكي منه الدريه اللي كانت كتلعب معاها البارح غتزوج اليوم وهي اللي عمها السي المعطي باقا كالحيط الواقف ايوا لالا حتى هي غندير لها واحد العرس في عرتك امتى امتى وصالح الله يهديه داير ما في راسو والو وهي كتسنى منه غير كليمه يطيب لها بها خطرها وتحس باللي كاينه بعدا شي حاجه لا لا كاينه الحاجه كاينه ان شاء الله الحاجه وغادي نكونوها دابا غير دري شويه معها القرايه وطالب العلم راك عارفه ولكن تغدى ولا بعدو غتلقى راسها في العماريه معاه امتى امتى يا سي المعطي ونفرحوا كاع جميل وعلي دابا البنات اليوم تيكونوا مزروبات على الزواج غدا ان شاء الله يطلع لها في الراس وابقى تشكى من مخا انا عمي كاينه هنا عمي انا كنت غير دايزه بحال هكا وسمعتك كتقول غنتشكى والله ما نتشكى منه غير زوجني زوجني به
تخافش وغير تهنى. دابا انت كنتي غاده ياك؟ ايه كنت دايزه من هنا من حدا الشرجم. ما بقاش تحيد منك هاد القايله، دير تصنات ورا البيبان. ها سير معطي التبرقيق سلاله من العمان الخاله. سير معطي نمشي نقول لها انه تسقي لك الغداء. امي انا والله الا فيا الفقصه فقوصه كاع. ودابا تخيلي عمي هذيك صاحبتي اللي كانت معايا بنت حميده مول الكارو تزوجات وانا اللي عمي السيل معطي انا بقى جالسه حداكم بلا زواج. هلا بيلا واش ما بغيتيش ديري عقلك؟ دابا هاد بنت مول الكارو بنت زوجات تزوجت بوالد الطبال. دابا هذا واسد الزواج ولا هديه؟ ولا هبيله خاصك تشوفي بعيد. انت راك غتزوجي ولد المعطي المعروف من الشعبان الواد ماشي بنت مول الكارو ولد مول الطبال. طر لا يخطك علي يا عم واش نمشي؟ هي الاولى. وامي شي حد باغي يشوفك. شكون؟ وما عرفت انا قال لي كلم لي عيطونا انا جيت قلت لك. الله يسمعنا اخبار خير. ومن وجهك تبدل نطي خايف من شي واحد انت كاع ما تخافي راه معك السبع. هاي هاي على السبع هو الوتاد ديال الخيمه كامل داز غير على ظهري. شتي عاوتاني شتي شدي لي الشا شا هاو كديروا لي بالان هاو. السلام عليكم هضره. مرحبا بك ومرحبا بك ولاد عزوز. وقالوا لي الناس ديال القبيله بين ما حطيتي شي كيطون ديال الفراشه ما حطيتي في الخلا سمحنا شنو ماشي ديال القبرانيه. شكون نتوما زعما كيف كبير الدار وراسي عرض عليكم جينا عند هلو وحبابو وغاكم تجيو تحضروا. اي الله يودي لهم تاع الموجود مزيانه هاد القضيه. يلا الله سير بوك بوك قول سي المعطي الحطه الاولى والفرجه الاولى غتكون وصل القبيله هكا علمونا شيوخنا الكبار باش الكبير والصغير يتفرج. قولوا قالت لك هضره مرحبا بك في القبيله وسطها لك وناسك. قول لي بيني وبينك هاد التلاميذ قال سي المعطي وعلاش؟ بيني شنو قلت؟ قلت لك يجي وسطها وناسو. هي 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 ما قلت لك حتى شي حاجه عيب راه اختي بغاتك زعما بغات ما تشرفوها هادشي اللي كاين. سمعني اختي سمعني مزيان وحل ودنك. الهضره هضره ديال سي المعطي. سي المعطي كبير القبيله وقبيل ولاد عزوز وانت كيطون ما يتحط ما يتوتد ما يتغرس الا ما قلت لك انا فين يتغرس. السي الحجامي الخيمه ها هي موجوده وتادها مدقوق في جنان خالتي فاطمه وفي الحد ما بين ولاد عزوز ولاد عباد. مرحبا بكم. ايه تا دا كلام لا لا قلت لك الصحراء زوينه القضيه شوف حتى فين حطينا بلاصه بعداك مفوجه كلشي مبرد كاين نخل كاين شجر كاين دايز الواد انت ما دايش الواد ياك. المهم وصافي صافي ضربنا تنارة وعاجمعوا داك الشيء عاجمعوا ترونات ها حيد الوتاد روناها صافي صافي أجي. شوف 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 بغيت نشوف ولادكم بغيت هاد الدار تعمر عليا بغيت نشوفكم مزوجين. ويا سخيتي بيا بابا تيجري عليا ياك حاجه ما نقدرش نسخى بيك غادي يجوجك وتبقى معايا. ان شاء الله الحاج وفي حياتك يا ربي غير كان با انت عارف مزيان بالله انا هاد الساعه هادي هاد الموضوع هذا مازال عليه شويه الحال. ودابا وقت ما جبت لك العرس ديال الزواج كتقول لي مازال الحال.
قران كره ولادهم تيحرطوا معاهم الارض. ايه ولكن ابا انت عارفني انا مركز على قرايتي وباغي نقد مستقبلي وداك ساعات من بعد انا معك ما كاين حتى شي مشكل. يا سيدي ماشي مشكل قد مستقبلك. ايوا وديك البنت اللي شادينها. اش من بنت شادين ابا؟ سير وبنت عمك. شوف ابا الا كنتي شاد شي حاجه راك شاده انت بوحدك انا ما عندي علاقه بالموضوع. صالح الله يهديك. البنت راه خاصني ندير لها نهارها. ودير ليها ابا نهارها انا وانا مالي ما فهمتش علاش انا بالضبط. واش كتفلى عليا؟ كيفاش دير لها نهارها؟ با ياك حجاج كيموت عليها وباغيها للزواج، علاش ما نجوجوها لشابه ونشدوا هذا الموضوع هذا في مره؟ لا سيدي من الصغر كنقول زهير وصالح وصالح لزهير. انت قلتيها بفمك ابا وهذا راه كلام الصغر، هذا الكلام هذا خرج من فمك انت ماشي انا. با انا المره اللي غنجوج بها انا اللي غادي نختارها ماشي انت. دابا هذا هو الرضا ياك؟ راه ما خصش يكون الرضا على حساب حياتي ومستقبلي يابا. هاد المسألة هادي اللي انت حط فيها يدك انا ما راضيش عليها. دابا ولينا في العب دراري ياك؟ لا با لا لا ولينا في العب دراري. انا غنشرح لك يابا. أمي أمي واش سمعتي اش قال لباه؟ ياك ديما كنوصيك ما تبقاش تصنطي للناس. واش تي في جهه ودنك في جهه ويلي ولا فيك على اللسان والودنين؟ أمي راكم ما كنتش كنتصنط عليهم كاع ما نعرف شنو تحت راسو. عنده الصح، مالنا حنا نبقاو لاصقين في هاد صالح؟ نتعلقوا فين تفلقوا. ويلي يا أمي واش دابا كتهضر من نيتك؟ انا بغيت غير نعرف واش نتيا معايا ولا مع الحجاج. دابا هالعار هاد الزين كله هاد الطوله والتجريده وهاد شوفي شوفي الخدود يا امي وهاد العينين وهاد شوفي الخلاه شوفي الخلاه فين عطاها لي الله ونمشي انا عند الحجاج. امي نقول لك واحد الحاجه والله يا امي لهبيل كيبقى يهضر معايا كيبقى يدير انا بعدا كيجيني متفتف. قلت لك الخاله لا والعمه تسناي تيجي يلقاك شد عكاز وضفر الشيب سني غنتسنى يا امي غنتسنى حتى يجي على خاطرو غنتسنى حيت هو اللي كنحمق عليه وعشقته وبغى قلبي غنتسنى يا امي هو ومن غيره ما بغيت حتى شي حد صالح هو اللي بغيته ومن غيره يا امي والله لا تزوجت بشي حد واحد اخر صالح انا راني قلتها لها حسيت من هذا الشيء من الاول يلا غير جمعوا راه عينا راسنا غا هكاك وضربنا تمام حتى شحال جمعي حتى واحد ما يقاش شي حاجه حتى واحد ما يخاف مالنا حنايا اللي معاه السبع وعذرا ما يخاف من حتى شي حاجه السبع ديالكم كاين وراه بصح اللي إيه؟ معنا اختي عذرا والسبع راه كلشي كاين ياك شتو هاك السبيع ديالي شتي السبع ساكن جيبو الفراش سيري جيبي من عند خالتي فاطمه سيري شري يلاه صافي ديما كديري ياكو كل نيفا والله الا لا مزيان كيفاش ما بغاش يجي عندي؟ ما قالش هادشي سير معطي هي بغات ديك الكهده وسط الخيمه ديالها ويحضروا فيها القبيله. انا ملي كنقول الكلمه خاصها تكون العيطه الاولى كتسمع في دار المعطي. هذاك الشيء اللي كاين سير معطي انا غادي نمشي عندها. انت علاش غادي نكبروا الشان المجرم؟ انت الحجامي كانوا الشيخات ملي كيدخلوا شي قبيله ما كيتبركوش بكبيره. فهمت هادي حطات فين بغات
مع دياني. مزيان سير ما عطي راك تعرفها مزيان، راه طربيه ديال الرحمنيه، ونهار ما سيت الرحمنيه راه شتت بلاصه. دابا حنا ما لقينا ما نقولوا، عندنا نديروا السيره ديال الشيخات. زير مين؟ زير مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيق شيخ كيداير؟ الله يبارك فيك السي صالح. الله يكبر بكم على سلام. رحمة، قلت نخليكم ترتاحوا عاد نجي نسلم. مرحبا مرحبا مرحبا، على سلامتكم لاله هضره. سي صالح مرحبا بك. مرحبا بك جنة لاله هضره. يلا لقيتينا كنلبسوا حوايجنا وكنوجدوا باش نمشيو للفراجه ديال ولاد عزوز ولاد عباد. قال ما غاديش تمشي ياك؟ ما يمكنش العيطونا تحت الخيمه ديالها بين ولاد عباد ولاد عزوز وما جيش نحضر الفراجه ده. صراحه توحشت الجو ديالكم. يا سي صالح من جهه الوحش توحشنا. لا زعما توحشنا القبيله وناسها وحبابها، وكنبغيوهم تيدوز العام ونرجعوا لعندكم. رحمه تكر في الميزان. الا بغيتو نوصلكم راه ما عنديش مشكل. لا 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 سي صالح بلا ما تشقي راسك. واخا نخليكم بخاطركم، يلا دوزوا بخير، نتلاقاو ان شاء الله في الفرجة. ربي يخليك. رحمه عتقيني، رحمه عتقيني، شوفي بغيت نلبس شي حاجه تكون زوينه وثقيله، وشوفي هكا ثقيله نوقف نقول لك شي ثقيل وحلقي حتى هو يتقال ويخرج لك شي خاطر زوين زوين. اش بان لك؟ شوفي ثقيله ياك قلتي لي ثقيله. ها تلبس هادي 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 اللي بغيتي تلبسي لبس هادي. ياك من الصباح تقولي ثقيله عليا، وانا باغي شي وحده خفيفه ونكون خفيفه وراه صهد عليا. كيفاش رحمه وصافي ما تزيديش فيه. شوفي جات معايا ياك. كي جيتك جيتي زوينه. يلا عاوني خليني نلبس دغيا. يلا يلا نلبس هاد اللون كيعمقني انا بعدا. فاطمه ما تخليش عضره يتلووا بها دار المعطي ودوك الشلاهبيه اللي معاهم، وما تخليش ديك الحيه ديال حليمه تفرش ليها الورد في الطريق. اش عمر الحيه تعرف تشم الورد؟ وزيد العذراء عارفاهم وحافظاهم وشرباهم ما غير غتسالي الحفله غنجيبها للطرت نعسينا. ايوا الحمد لله. عربي نعم. شحال من مره قلت لك شغل العيالات بعد منه ليه؟ راني قاده به. هي ما بغيتينيش نمشي للفراجه. لا وجات الوجيبه حتى عندنا ونقولوا لا الوجيبه باش نضحكوا مع الناس ونشوفوهم ويشوفونا وزيدوا العيطونيه، ما كتجي غير مره في العام. ويلي والله يكثر خيرك، ملي يذكروا سميتي في العيطه الاولى ديال ولاد عباد بغيت اول غرامه تكون ديالك. واش داير في بالك هادي تفوتني؟ راني حاسبه لها حسابها من الاول. والله يعطيك الصحه. الله يرضي عليك الله يرضي عليك. يلا سيادنا قبل ما تبدا الشيخة عذراء ارولينا نظام من قبيله ولاد عزوز ونظام من قبيله ولاد عباد. الشرف ليا الكبير نكون شاعر الزجاد في قبيله ولاد عباد. وانا الساكن اليوم غادي نخلي سواكني في الجنب، وعليا الشرف الكبير باش نولي شاعر وزجال مع قبيله ولاد عزوز. والجماعه اقابلينو. امين امين. يلا سيدي ارنا الحرب كلام. ها سيدي اللي ينزل لازم يطلع، واللي يطلع لازم ينزل. ولد عزوز اطلع ما نزل بقى تما الخيمه ما عندها وتاد، وما عمرنا شعلات العوافي والوتاد، وحتى كلابها ولو كيتنابحوا هبب 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 هبب. ساليتي كلامك باللام واسمعني مزيان اقش يقش. اللي ولد في ولاد عزوز كانه ما مات، اما ولاد عباد ما تجوجوا
ما ولدو ما دقوتان ما عاشوا الحياة وبلاتي وحتى الرجلة والنخوة اللي تسنينا فيهم ودامت ومشات رجالة رجالة وديرهم على كتافك رجالة وديرهم على كتافك عاشت هدرة هذه عاشت هدرة أولاد عزوز أولاد عزوز ما عاد شهد هاتي نبغي الله نعبدو أما شي العاوين حنا مرة خرجت من أولاد عزوز رجالة رجالة خاوة خاوة كي ولاد عزوز كيف ولاد عباد واش نسيتو واش نسيتو ملي هجم لادو وتجمعتو على كلمة وحدة أرضنا ما تخاد وولادنا للمستعمر ما يكونوا عبيد سولوني يا ولاد عباد يا ولاد عزوز سولوني على قيمة الخاوة واش كيوقع لكم إلا ما بقوا عندكم خوت معطي إيوا خاوة 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 هدرا واش غنباتوا هنا تلقينا الفرجة يبارك فيك شرفتينا بغناك لا لا ما شاء الله منورة بارك الله فيك السن ماطي انت هو منطر كبيرة ايوه الطر كبيرة خاص الضيف يشرفها ونتشرفوا به مرحبا السن ماطي لرأسي وعينيها الليلة العشاء عندي ان شاء الله ولا بغي تبيتينا بالعشاء حاجة ولله السن ماطي ماشي غير عذرا اللي مرحبا بها مرحبا بالرباعه كامله مرحبا بكم الجماعه والجماعه السي معطي راه تيقول لكم الف مرحبا عذرا منين تسالي العشاء تبعيني لدار الحربي غنبقاو نتسناوك حيت باغي ندويو معاك واخا خالتي فاطمه كوني هانيه وانت عارفه اني انا كنمشي عند شي حد ولا كنبات فشي بلاصه انا غنمشي ندير لي صوابي ونرجع فحالي داك الساعه نجي عندك نباتو قصارين حتى الصباح واخا المهم كي قلت لك غنبقاو نتسناوك حيت باغيين نهضروا معاك وهذاك راه ما ديش على كلامه عندك تخليه هضرتو دي لك العقل خالتي فاطمه انا لا المعطي ولا غيرو يدير لي عقلي راني قلت لك غندير غير صوابي ونرجع فحالي واخا وسيري يكون خير يلا سلام خالتي سلام We'll be right back.
عطيتينا شي حكايه عطينا شي نكات حكاياتها ما نخاف عليك الجن. انا موجود اللي بغيتي من السند ولا من الهند حتى من بغداد السير نعطيك كاين حتى من بغداد. اييه هي كتعرف القصه ديال بغداد قلتي. لالا عذراء مرحبا بك. مرحبا بسي القيد. الله يكبر. مرحبا بك. نهار كبير هذا. الله يبارك فيك السي المعطي. مرحبا بهلول. الله يبارك فيك السي المعطي. واكي خليتي الشاويه وشويه كاين شي حصاد شي فلاحه شويه ماشي داكشي اللي كتعرف غادي ناقصه ياك ندير شي تاويل ديال الخير. والله يدير شي تاويل الخير ما يكون غير الخير ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا. انا كنعرف قد ايش بكم هنا. مرحبا بكم ولاد عزوز. مرحبا. 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 قلت كان الحجابي كنهضروا على الشاويه القضيه عندهم هذا العام ناقص. وعلاش السي المعطي ما نشتروش شي قطارات عندهم في الشاويه ونديو لهم زريعه من هنا من ولاد عزوز ونخليهم يتفيلوا بها ان شاء الله تكون فيها البركه. حجامي اش دير هاد الشاويه؟ الناس راه باغيين الارض في ولاد عزوز. واسيد القايد كل شيء ديالهم ملك ديال راس الواد كل شيء ديالكم العباس. مرحبا مرحبا والف مرحبا ولاد عزوز كلها ديالكم. خيرنا يدي غيرنا. كاين الشاود العرويله ما كاينش. يلاه هادو. شوف السي المعطي غنجيك من الاخر السيود العروي والناس راه حاطين عينيهم على ارض ملي خلف ولكن في المشكل راه واحد اختهم دايره الشوكه هنا. تا كيفاش اختهم داير لهم شوكه؟ دابا حنا العيالات غنبقاو نهز لهم الهم. واه سيدي القاي زدتي فيه والله العظيم لا زدتي فيه. مرحبا سيدي مرحبا الارض ديالكم كل شيء ديالكم شي ولاد عزوز كلها ديالكم. ما قال عين سي المعطي ما قال عين ياك الله يخليك. ايه وهذا هو هذا الناس ديال الناس حبابنا وصحابنا. الله يبارك سي المعطي. وا بهلول واش غنجلسوا هنا غنتصنتوا؟ لا لا طلقنا طلقنا نتصنتوا. هضرة ياك لاباس غادي نمشي سي المعطي هي انا شويه خصني نمشي نرتاح. انت مازال ما بدينا مازال ما تعشينا مازال ما سمعنا فراجه. يا خي نمشي سي المعطي. الحجامي نعم سي المعطي جيب مريصه ديال الزهر. لا 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 سي المعطي ما كاينلاش اسمحوا لي. جاش هادشي سي المعطي ما دير في راسك والو راه مسكينه دار لها راسها من الفاخر من 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 الخدمه ديال البارح وزيدون حتى حنا كاينين طيحتي من العين صافي احنا موجودين كاين. يا باش تبهلوا لي يلا ما تخلوش في الخيل والسلحان ونعاوني كاع حضرة. صالح السلام عليكم. وعليكم السلام. نمشي نسبقك يا اختي حضرة. تبارك الله عليك كنت فرجة ديزارك لها بيك وعليك كانت نظرة والكلمة خارجة من القلب. صراحة توحشنا الصوت ديالك بين القبيلة. هاد المرة دخلتي ما غاديش نخليوك تخرجي. صالح أنا غير عيطونة وعيطونة ما عندها غير قيطون وتات وقصبة وكمانجة وكلمة تفيق بها الغافل. صراحة عذرا ما تبدلتيش حتى تبدل انت. كنت باغي نقول لك بلا عذرا انا راجلي راجلي كيخوني مع شيخ شتي في الماكس. عذرا عذرا صالح شتي كيفاش عذرا 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 انا حصلت رجلي في الماكس. سكت انت انا اش كتقولي واش انت مسطيه ولا هادشي كله غنقولو لعبنا الماطي ونقولو لامي امي اش كتقولي جي لينا واش مسطيه واش حمقى انا اللي حمقى ومسطيه ياك يا صالح راه انت اللي
اللي مخلي بنت عمك وغادي مع الشيخه ومحصبك وكل الشيخه نيت الشيخه ديال العيوط الشيخه ديال القياطن وانا الزهير ومرت صالح والقبيله كلها ولاد عباد ولاد عزاز والقبيل كلهم جايبين الخبار مرات من شكون مش مرات من هذيك تهضري عليها انت انا غنقولها دابا لعمي المعطي فين غدا فين غدا غنقول لعمي المعطي حصلتك مع شيخه وغنقولها حتى لامي امي علي سكتي سكتي سدي فمك سدي فمك علي كتقول هذه الهضره هذه انا ما بيني وبينك حتى شي حاجه الناس اللي كيهضروا في هذه القبيله هذه وتيدخلوك هذا الكلام في راسك راه ناس حمق بحالك وبا شتي انا المره اللي غادي نختارها في حياتي راه انا اللي غادي نختارها ماشي با اختارها با اختارها باك صالح انا ملي كنت مازال صغيره وانا عارفه بلي انا زيرو مرض صالح راسك ليكم بزاف هاد القبيله حتى وليتو دايرين اللي بغيتو عمي المعطي اجي لهنا عمي سكتي لا بغيت نسكت يا صالح كلشي عارف بلي زيرو لصالح وصالح لزيرو الا الشيخه يا صالح الشيخه لا عمي المعطي اجي يا صالح في الغد غنقولها لعمي المعطي اجي صالح عمي صالح